السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي. الناس اللي مازال ما اشتركوش في القناة نتمنى انهم يشتركوا فيها، والناس اللي ديجا مشتركين نتمنى انهم يبارطاجيو الفيديو ويشاركوا مع عائلتهم ومع اصحابهم. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غيكون هو عبارة على دجاج مقرمش بطريقة سهلة جدا وبسيطة وغاية في الروعة. نتمنى انكم تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر. اذا غادي اول حاجه غناخد الفورس، غادي نزيد ليه شويه ديال الملحه، غادي نزيد ليه البزار، غادي نزيد ليه الخرقوم، غادي نزيد ليه تحميره يعني غير شويه شويه شويه، وغادي نزيد ليه سكنجبير. سكنجبير واللي عنده الحار بطبيعه الحال يعني يزيدو. صافي غنخلط هاد العناصر هكا. ماما وغنحطو جانبا، غناخد هنايا الصدر ديال الدجاج اللي قطعته على شكل فريت هكا طويل. المهم هادو درتهم شويه رقاق وهادو درتهم شويه غلاض، غنزيد لهم شويه ديال الملحه، شوية ديال البزار، شوية 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 باش ميجيوناش تاني مسوسين، فمن بعد غادي نحاول يعني نعطرهم بشوية الملح والبزار. غناخد هاد الشرائح غندوزهم في الدقيق اللي درنا هنا، عطرناه كيف كتشوفوا، ثم غندوزهم في واحد تقريبا نص كاس ديال الحليب اولا كاس على حساب، ثم في بيض ديال البيض، ثم في لا شابلوغ اولا الكورن فليكس يعني كل واحد وشنو عندو. صافي نديرهم في صينية اللي دهنتها اللي فرشت ليها ورق ديال الطهي. اذا هنا من بعد ما كملنا دوك الشرائح ديالنا، الشرائط ولا الشرائح ديال الدجاج كاملين هنايا، غناخد الفرماج احمر وغادي نوزع عليهم بهذا الشكل شوية شوية. صافي بهاكا غنكونو كملنا وغادي ندخلوهم للفران يعني يطيبو على خاطرهم، ونتلاقاو ان شاء الله.